من أكثر المواضيع المهمة في طب الأسرة هي كيفية إدارة الألم. لإدارة الألم يتوجب علينا استكشاف الحلول أو البدائل اللي ممكن نستخدمها نحن في تخصصنا كطب العائلة، ومنها العلاج بالوخز بالإبر، العلاج السلوكي أو الإدراكي للمريض، والعلاجات الطبيعية. من هذه الحالات المرضى اللي يعانون من الأمراض المزمنة وقامت الأعراض أو المضاعفات الجانبية تظهر عليهم، ومن أشهرها طبعاً مرض السكر، حيث أنه يؤثر على أعصاب الجسم، فالمريض بيعاني من اللي هي مشاكل الأعصاب وآلام المفاصل والعضلات. في عندنا أمثلة أخرى وهم الناس اللي طلعوا من العمليات، خاصة العمليات المعقدة أو عمليات الكسور المتعددة، فالمريض يحتاج لأنه يتم على سكنات الألم لفترة طويلة. وأكيد طبعا المرضى اللي يعانون من مشاكل اللي هي المفاصل والعضلات والأمراض المزمنة يتوجب عليهم مراجعة الطبيب لاختيار الدواء المناسب اللي يتناسب مع حالتهم الطبية. في النهاية في عندنا الأدوية إذا نخذت بدون استشارة الطبيب، أكيد طبعاً المريض ممكن تتأثر عنده الكلية أو تتأثر عنده الجهاز الهضمي خاصة المعدة. استشارة الطبيب واردة في إدارة الألم خاصة على المدى البعيد. وتذكروا دائماً أن نحن في مستشفيات سعود الألماني دائماً نرعاكم كأهالينا.